تتشرف دار الأمومة تهنئتكم بيومكن العالمي، واخا المرأة ما كتختزل شيء يعني في نهار. في جو عائلي بهيج احتفلت جمعية الرحمة بدار الأمومة الخنيشات بنون النسوة، وذلك تخليدا ليومهن الأمامي. الحفل الذي افتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم، بعدها النشيد الوطني للمملكة كان خطوة رمزية، حيث كانت مناسبة للاحتفاء بعدد من النساء اللواتي يقدمن خدمات جليلة لنساء منطقة الغرب، سواء داخل مركز دار الأمومة بالخنيشات أو خارجها، وذلك من خلال التتبع والتوعية، حيث تم تكريم كل من الدكتورة ربيعة أديب رئيسة المركز الصحي بالخنيشات، والتي لا تذخر جهدا في خدمة ضيوف دار الأمومة. وأيضا كان الحفل فرصة لتكريم نساء قسم العمل الاجتماعي، ومن خلالهن تكريم كافة موظفات عمالة سيدي قاسم الداعم الأول للمركز، حيث تم اختيار الدكتورة لمياء جنوني لتمثيلهن. جمعية الرحمة لم تنسى جندياتها لتختار السيدة زينب الخطابي العضو البارز في الجمعية المعروفة بديناميتها داخل جمعية الرحمة ودار الأمومة بالخنيشات. تكريم دار الأمومة كان أيضا من نصيب إحدى أفرادها، حيث تفضلت الجمعية بتكريم كل من المساعدتين عزيزة بن طاهر وسميرة المهداوي بالنظر لتضحياتهن في سبيل راحة النساء داخل هذا المركز، الذي ساهم بشكل كبير في الحد من معاناة نساء جماعة الخنيشات والجماعات المجاورة، وخصوصا الحوامل منهن. إذن ساحة دار الأمومة بالخنيشات كان مسرحا لعرس احتفالي ولحظة اعتراف وامتنان من وإلى نساء آثرن خدمة بنات جنسهن. اليوم بمناسبة ديال اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، ارتأت جمعية الرحمة لدار الأمومة أنها تختار فعاليات من النساء القرويات ديال دائرة ورغا باش تكرمهم. هاد التكريم هذا هو تكريم رمزي، لان بالنسبه لنا حنايا المراه راها اكثريه المراه القرويه راها تكرم يوميا نظرا للمجهودات ديالها ونظرا للعمل المتواصل ديالها. طلبت الجمعيه ان تكرم مجموعه من النساء، اولهن الدكتوره ربيعه اللي هي رئيسه المركز ديال الخنيشات، والثانيه هي السيده لمياء الجنوني اللي هي اطار قسم العمل الاجتماعي للمبادره الوطنيه، ومن خلاله من خلالها تم تكريم جميع النساء العاملات بهذا القطاع. وثالث شخصيه هي السيده زينب الخطاب اللي هي احدى عضوات الجمعيه. واخيرا تم تكريم عاملتين من العاملات بدار الامومه اللي هما عاملتين النظافه نظرا للمجهودات والدور اللي عندهم في هذه المؤسسه. بمناسبة 8 مارس وهو يوم العالمي للمرأة، جمعية الرحمة كمثيلاتها تقدمت بتكريم عدد من النساء، ومن بينهن عاملاتنا في دار الأمومة لكونهم يقدمن أعمال جليلة في هذه الأمومة منذ نشأتها منذ 2017. وأنا رئيسة جمعية الدار العائلية القروية في مشرب القصيري، كناخدو الدراري اللي منقطعين عن الدراسة وكنكونوهم وكندمجوهم في المجال السوسيومهني ديالهم، وخرجنا شي 2000 شاب واللي تخرج و86% ديالهم اللي نجحوا وخدموا. تما كنت عارفة اللي بنا غادي يعطوني تكريم، والحقيقة كنحاولوا هنا في هاد الجمعية باش نواكبوا العيالات ديال الدواور ونعاونهم في الحياة الزوجية ديالهم وفي مع وليداتهم، حيت هما مستقبل المغرب. هذه المناسبة 8 مارس كنا نحتفلوا بها، وكان من هذا التكريم اللي كرمونا رئيس الجمعية دار الرحمة، كان نحترمهم وكنقدرهم بهذا العمل ديالي باجتهاد ديالي، وكان هذا التكريم اللي كرمونا باقا نزيد نخدم القدام وباجتهاد، وكنا نعاون المرأة الحامل بدار الأمومة خنيشات.